15 حسن ياسين 15 حسن ياسين افرج عن المحبوسين افرج عن المحبوسين. مطالبنا باختصار الافراج عن زمايلنا اللي هما كانوا راحوا مع شباب حركه احرار جامعه المنصوره عشان يجيبوا حق بنت اسمها جهاد، ده سيتها دكتوره بالعربيه، كانوا عايزين يزوروا التقرير هناك، فزمايلنا اللي في حركه احرار كانوا رايحين هناك فطلعوا عليهم بلطجيه وضربوهم وتعوروا. في منهم زميلنا مصطفى سيد في اعدادي، ده محجوز في المستشفى حاليا، وزميلنا عمرو ربيع خد مطوه في راسه، وهما يعني خدوا 4 ايام في 15 يوم، فاحنا جايين هنا عشان يطلعوا. لفه في القضيه هندسه مش بلطجيه يا سياده المستشار لما الناس دي راحت جامعة المنصورة وحصل بعض الاشتباكات والطلبة دي اتاخدت من بداية ما النيابة ابتدت تتعامل معاهم تعامل غير آدمي، وابتدت تحصل معاهم بعض التصرفات اللي احنا حاسين ان ده حاجة ما ينفعش تحصل مع طلبة محترمة، مع استمرار الحبس، مع الحلق ليهم كأنهم خلاص حكم لهم في القضية، ومع التعنت بعض الإجراءات كتير جدا، ومع منعهم من اتهام أي حد حتى لو كان رئيس الجامعة. كل الحاجات دي مذكورة والناس طلعت بيها للنائب العام من بعض المطالب. مطلبنا الأول إن احنا الناس دي تخرج حتى لو على ذمة القضية عشان تكمل دراستها. الطلبة دي طلبة جامعية، امتحاناتنا تقريبا في آخر 5، محتاجة الطلبة دي تجمع بعضها وتبتدي تلم نفسها عشان تلم اللي فاتها وهي في المعتقل. طلبة عندنا من الكلية اتمسكوا لما راحوا وقفوا وقفة سلمية في جامعة المنصورة بيطالبوا بحق جهاد موسى اللي اتقتلت من دكتورة هناك في كلية الطب. النهاردة احنا بعتنا وفد من كلية، 2 من اتحاد الطلبة ودكتور من قسم اتصالات عندنا، بعتنا هنا علشان يتكلم مع النائب العام ويوضأ ومعاه بيانات وورق رسمي من كلية يثبت ان الطلبة دي طلبة محترمة مقيدة بهندسة القاهرة، وانهم اصلا طلبة متميزين متفوقين ليهم انشطة خيرية كتيرة. طلعوا راحوا النائب العام الساعة 1:30 تقريبا، وصلوا من عنده الساعة 2:30 وقالوا ان احنا المفروض نسمع قرار النائب العام بعد ساعة من صلاة العصر، يعني المفروض في الوقت ده احنا واقفين هنا بنطلب الاخراج الفوري لاحمد لطفي وعمرو ربيع مصطفى السيد الثلاثة المتاخدين من هندسة القاهرة. ما زهقناش عمرو ربيع لسه ما جاش عمرو ربيع